انه ما في بديل لبشار الاسد هي ابدا نظره دونيه للشعب السوري. يعني بشار الاسد اللي كان عم يدرس باموال الشعب السوري المنهوبي. طبعا خطفوه خطف لاخوي محمد يعني 2015 قتل تحت التعذيب. كنت وحيد هون وخبرت بالموضوع. اتصابت وشفت محمود جنبي استشهد بنفس اللحظة. هاي اللحظة يعني ممكن تكون الأكثر تأثيرا بحياتي لأنه أنا ما عدت كريم اللي قبل. بس حتى الناس اللي عايشين تحت سلطة النظام وبينتقدوا مثلا وزير الكهرباء أو مدير مؤسسة معينة، هذا إنجاز، هذا أحد إنجازات الثورة. كسرت حواجز كثير ما كنا نحسن نحكي فيها، ما كنت أنت تقدر تنتقد شيخ الجامع. بأنه نحن السوريين موجودين على الخارطة، بأنه في منطقة جغرافية بالشرق الأوسط اسمها سوريا، فيها شعب عم يعاني من 12 سنة، لكن للأسف حتى حكوماتكم خذلتنا بوقت ما. أبدا ما كنت متخيل فكرة أنه المجتمع الدولي يتخلى عننا، أبدا أبدا. هذا النظام سقط 2011 بعد أول صرخة، بعد أول صرخة حرية، بعد أول صرخة الشعب لسقوط النظام. هذا النظام لا يصلح أبدا للاستمرار في حكم سوريا، مستحيل هذا النظام يغير سلوكه. يعني ما بندم على شيء بالثورة، هي حقيقة يعني. رغم كل الخسارات، رغم كل الآلام والمآسي اللي عشناها، احنا كشعب نستحق حياة أفضل.